من امتى حضرتك ما كنت ترد علي؟ هلا بين انه هي الاهم بالنسبه لك. لك وفاء، لك وفاء، مشان الله شو قصتك؟ لك تخيلي واحد فجاه اختفت بنته ومرته، شو بده يعمل؟ يرقص؟ ادري ظرفي. لك لسه بيقول لي مرته وبنته، بعدين انت من امتى كنت تهتم بمرتك ولا بنتك؟ بعدين تذكر الحكيات وقت كنت تسرح فيه وتوعدني. ليك وفاء، لا تبلشي تخبصي، وتذكر منيح بانه انت حضرتك اللي عرضتي حالك علي، مو انا اللي مشيت وراكي. انا عن جد ما كنت فكرتك هيك. انت على ما يبدو بتحب اللي بيهملك، واللي بيهتم فيك ما بيلاقي منك غير التجريح والاهانه. بتعرف شو؟ انا بزعل عليك كثير. بزعل عليك لانك بتعرفها انه هي مع زلمه ما حدا خاطفها. ولك وفاء، لك شو قصتك؟ جنيتي؟ شو عم تخبصي انت؟ اطول بالك، شو زلت عليها كثير؟ تذكر منيح، تذكر منيح وين كانت هي وقت سكروا لك المكتب، ومين وقف جنبك، ومين حط لك المصاري والوسائط. تذكر، تذكر وفاء، وفاء يا استاذ نزار.